حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق وأستاذ الأمراض الصدرية والرعاية المركزة في جامعة عين شمس. أهلا بك معنا. داء فتاك جديد بقائمة الأوبئة العالمية بحسب منظمة الصحة العالمية، ومتابعت معنا ما تحدث عنه التقرير. ما هو هذا الوباء الجديد بالتحديد، مرض إكس؟ ما هو هذا المرض؟ أنا رأيي أن هذا كلام غامض وغير علمي وغير محدد الهوية، ومفروض ما نعملش حاجة رعب بهذا المرض. يعني لازم أما يكون في حد بيدي تقرير عن احتمالية وباء قادم، لازم يحدد هو ايه الوباء ده واحتماليته ايه وكيفية الوقاية منه. انما مجرد تحذيرات عشوائية لا تحدد ما هي هذا الوباء، وهل هو فيروس ولا حاجة تانية، ان حقيقة كلام غامض بشدة. طبعا هي بيرصد على مستوى العالم وعلى مستوى المنظمة انواع الفيروسات المنتشرة وفي كل جزء من الكرة الارضية بمناطقها الخمسة، ويشوف كل موسم بيشوف نوع الفيروس هل حصل فيه تحور او تغير او لا، وهل شده الحالات ايه ونسبه الوفيات والاصابه بهذا المرض. لما حكيت فيروس اكس غامض، الحقيقه ما يعني ده كلام غير محدد وغير علمي. طيب كيف يمكن يعني انه التاكد من مدى جدية الموضوع، خاصة أنه تقرير والباحثون ذكروا بأنه هذا ممكن أن يتحول من مرض عادي أو من أي مرض عادي بسيط أن يتحول ليصبح قاتلا؟ يعني هذا هو المخيف، يعني ممكن أن يكون إيه هو المرض ده اللي بيتكلموا عليه اللي سموه مستر إكس؟ غير معلوم. لازم تشكك الأبحاث اللي بتتعمل والعينات اللي بتأخذ من العالم كله وبترصد كل سنة ونشاط الأوبئة والأمراض والفيروسات، لابد أن يحدد احتمالية هذا الفيروس والإحصائيات اللي بتتقال عشوائية، لكن كلام عام كده مش مفهوم الحقيقة غير علمي. طيب إيه بانتظار أن يتم شرح وتفصيل ذلك من منظمة الصحة العالمية، لكن متى يمكن القول بأنه هذا الشيء أصبح وباء أو أنه المرض أصبح وباء؟ متى يمكن إطلاق هذا التعريف؟ يعني أول وباء شديد عالمي للانفلونزا كانت الانفلونزا الاسبانيه سنه 2018، وحصل انواع اخرى من الفيروسات. كلمه وباء معناها ان المرض انتشر وبشده في عده مناطق في العالم بكثافه وفي وقت واحد. والتوقعات دايما الحساب ورصد الفيروسات عشان التاكد المبكر احتماليه الاصابه بهذه الفيروسات. أشكرك على هذه المداخلة سيد محوض أو الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق وأستاذ الأمراض الصدرية والرعاية المركزة في جامعة عين شمس، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا جزيلا لك.